هل يجوز للرجل مصافحة المرأة الكبيرة في السن والتي يصل عمرها من 60 إلى 100 مثلا؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من محارمه ولو كانت كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء لا كبيرات ولا صغيرات إلا النساء التي من محارمه عليه الصلاة والسلام. كان يبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأة لا تحل له قط عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. ولما في ذلك من الفتنة، فإذا فتح الباب فإن الناس يرجعون إلى الفتنة. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من ما يحل لها أو من محارمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.